لعبت معانا ماتشات، لعبت معانا كاس لوسيد، فهي شبه اتقدمت. وفي لعيبه خلصت في اخر يوم قيد، او خلصت في اخر ساعه كمان، فلسه ما لعبوش. فاحنا زي ما وعدنا الساده الاعلاميين، وزي ما وعدنا الصحفيين، وزي ما وعدنا الجمهور بتاعنا، ان هيحصل مؤتمر صحفي لتقديم اللعيبه وتقديم الصفقات بالشكل يعني اللي يليق باللعيبه وبالنادي، واللي يليق طبعا بالاعلام، ان هم ليهم حق ان هم يشوفوا اللعيبه او ان اللعيبه تبقى تتكلم، لان في الاخر دي لعيبه كوره، هيبقى شغلهم بعد كده ان هم يلعبوا مش ان هم يتكلموا. فمن حقهم ان يبقى في حدث نادي بينظمه انهم يتقدموا للاعلام ويتقدموا للصحفيين ويتقدموا للجمهور. انا كنت حابب احافظ على الفرقه، كنتش بقول اعداد مين لعيبه جايه، لان اللعيبه اسكات بتبقى عارفه يعني، تحسب اول ما تسمع رقم هتعرف المراكز اللي هتبقى موجوده. كنت دايما بحاول مع المدير الفني ان احنا نخلق لهم دافع، ان احنا نحسس اللعيبه اللي موجوده ان لحد اخر لحظه كل لعيب مصيره بايده ومستقبله بايده في نادي الزمالك. كسبنا مدير فني اشتغل معانا المستقبل السنه دي، ويمكن يعني اكتر من الطلب او كان طالب يعني صفقات او لعيبه او ناقص عندنا على فترتين، على الصيف وعلى يناير. احنا خلصناهم كلهم في الصيف، يمكن يبقى في يناير عندنا شغل جديد نعمله، نشوف نقيم لعيبتنا ساعتها، نشوف ايه النواقص اللي عندنا، او نشوف لا قدر الله لو في اصابات، يمكن مثلا دونج يعني بعد ما مضى 48 ساعه او قبل ما حتى ما يمضي العقود النهائيه اتصاب في المنتخب، جاله غضروف، محدش يعرف طبعا، ربنا يحمي اللعيبه كلها، لكن كل حاجه في الكوره وارده. برحب بيهم كلهم في نادي الزمالك، وان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه ويكونوا على قد طموحات الجمهور. وفرقه كسبت دوري وكاس في ظروف صعبه جدا، لعيبه دخلت عليهم تساعدهم، دخلت عليهم تعمل اضافات. سامسون لما جينا يعني تابعناه اصلا في الاول خالص، تابعناه كمهاجم رقم 9 متاح، سنه صغير اتوافق عليه فنيا، اتعرض على الراجل 4 أو 5 لعيبه اجانب بيلعبوا في المركز ده، الراجل التنسيق معنا اختار سامسون. فاحنا ما جبناش سامسون، انا بس حابب يعني عشان ابقى برضه بدي كل حد حقه، انا ممكن اطلع اقول احنا كنا جايبينه على اساس انه يبقى تحت السن، بس حصلت مؤامره علينا وعملوا الكلام ده، انا مش هطلع اقول الكلام ده. لما جبنا سامسون على اساس ان هو لعيب من 5 الاجانب، مش شايف ان امام عاشور فيه مشكله، ان احنا هو كل ماتش حد هيبقى ما بيلعبش، هيبقى ده سؤال وهيبقى تساؤل، هو ليه ما بيلعبش؟ مين اللي قال ان هو المفروض يلعب اصلا؟ مدير الفني. في لعيبه عقودها هتتعدل او هتتمدد، في لعيبه عقودها هتتعدل علشان بتنتهي، في لعيبه عقودها هتتعدل علشان القيمة الفنية اللي بيقدموها دلوقتي بقت أكبر من القيمة المادية اللي بيحصلوا عليها. وفي لعيبة تحت التقييم، لا يعني أنا ما فيش تواصل معايا بيحصل، أنا ما شخصيا يعني بيني وبينه ما فيش تواصل، لكن بيحصل تواصل عن طريق المحامي بتاع الكهرباء مع المحامي بتاع النادي. وحصل أكتر من 3 عروض تسوية وإحنا رفضناهم، وأنا شايف إن خلاص كلمة الصفقات دي كلمة المفروض ما يتكلمش فيها تاني. دول خلاص، دي لعيبة الزمالك في موسم 22-23، واللي يغلط ده مش صفقة جديدة بتغلط، واللي بيغلط ده مش لعيب قديم وبيغلط، فاللعيب الجديد أحسن منه. فدي فرقة الزمالك، محتاجين وقت يعيشوا مع بعض، محتاجين وقت يلعبوا مع بعض علشان نبني جديد، لان احنا اتاخرنا فترتين كده.